نحن وقت اللي بنقول الله يرحم ستة وستك، اليوم نحن ما وبس عم نترحم على جيل بنقول له الذهب الأبيض، هذا الجيل العتيق، ولا عن عادات وتقاليد، أيضا عن حرف وحرف سورية كتير حلوة لساتها موجودة من أيام، يمكن الحرف اللي بنحكي عليها اليوم موجودة من القرن الثالث عشر وكانت بأيادي عربية، بعدين انتقلت لتكون بالمناطق الغربية. اليوم رح نحكي عن فن المكرمية. سمعاني فيه؟ أنا هلأ صراحة مشان بلشت تعرفت عليه تحت الهواء قبل دقايق. يمكن إذا بنشوف القطع كلياتنا بنقول إنه شايفينها وهي موجودة بكل بيت سوري، بس ما بنعرف التفاصيل، ما بنعرف التفاصيل وما بنعرف إنه هيك اسمها الحرفة. طيب اليوم ضيفتنا حتعرفنا نحن بداية ولكل حدا عم يشوفنا شو هذا الفن وشو هو مكوناته، وخاصة وخبرتنا إنه هو بأدوات جدا بسيطة. خلونا نروح لعند ضيفتنا لليوم وهي الحرفية عبير أبو حمود، حرفية في فن المكرمية. أهلا وسهلا حضرتك. يا صباح النور ويسعد صباحكم. يا هلا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش من الاسم الحرفي المكرمية، نحكي شوي عن تاريخها، كيف بدأت وكيف نقدر نميزها عن غيرها من الفنون اللي بتتعلق بالحياكة والصوف او حتى خيوط القطن. هلا بالنسبة للمكرمية هي فن العقد العربي او الدانتيل الخشن، مع الفتوحات والتقديم اللي قلتوه بالكلام انه ما هي من القرن الثالث عشر. صحيح. كانت ببابل، كانت بشمال سوريا بتدمر، كانت تستعمل حتى بالدروع، لما الدروع بدهم يشبكوها مع بعض كانت بالعقده، بعقد سلاك، نفس الطريقه العقدة المكرميه اللي هي العقده. تاريخ قديم، تراث، تراث هذا حاولنا نحن نجدده بس على طريقه التطوير، حاولنا ننزله بكل مجالات الحياة، يعني اللي انه اللي بده ياخذ قطعة يكون بكل مكان في قطعة، والقطن بالنسبة للقطن بيخدم يعني، وبسيط تكلفته بسيطة، مو مثل المواد انه بدك تتعطلي على شغلك انه ما في مواد ما في خامة، كون سوريا بلد القطن. خلينا اليوم نحكي هدول، نستعرض أول شيء القطع اللي موجودة معنا. دائما نحن الصبايا بتلفت أنظارنا للقصص هيك، ونحكي اليوم عن دورك كحرفية بإحياء هاي الحرفة. يعني اليوم شو عم تشتغلي عبير كرمال تضلي محافظة عليها؟ هلا أول شغلة نحن حاولنا من إجت فترة من الزمن اندسرت هاي الحرفة، اندسرت، حاولنا كحرفيين نطور هالحرفة هاي، نرجع نعطيها روح من جديد، ترجع تدخل بالطريقة المتطورة، تواكب العصر، بس بطريقة انه نفسي لما يشوف الشخص يتذكر الماضي. صحيح. حاولنا نشتغل بخيط القطن اللي هو خيط الأساسي على موديلات مختلفة. نعم. هي اللي حملتيها هلا هي حقيبة للصبايا بتخدم، ومنها موديلة ومودرن، أعطيناها الريش الشرقية لتعطي التراث، نضل إنه في رح تواصل بين الماضي والحاضر بالتراث. خلينا نحكي أكثر عن الأدوات اللي بتستخدميها، هي كتير بسيطة، أصابع الإيد قلتينا ما بتستخدمي، ما بدك لا سنارة ما بدك أدوات صعبة. خلينا نحكي اليوم كل سيدة قادرة اليوم تتعلمها، تعلم المكرمية. هي بشكل عام فن عقد ما أنه بسيط، وعقد ما شغله بسيط، بس بنفس الوقت في دقة بالشغل، يعني الخيط، شدة الخيط، رخاوة الخيط بتلعب دور بالقطب جدا، يعني جدا بدها توازن لتعطي الرسمة اللي انت عم تشتغلي عليها، لانه هي رسم بشكل عام بخيطها القطن. لما بدها تلف بطريقة غلط ما بتعطي. السيدة اللي بتتعلمها بالاول بتلاقي صعوبة، بس تاخذ الايد بتمشي. قد ايه وقيتي عبير لحتى تعلمتي القصة؟ هلا هي هواية عندي، أنا بالنسبة لي هي هواية، أنا مضيفة، ولكن الهواية حبيت إني استثمرها في الظروف طيران. هاي كنت مضيفة بمؤسسة الطيران العربية السورية. حلو. طبعاً بتوجيه من الحرفيين، وخدموني كتير الحرفيين، وبالأخص رئيس الجمعية الحرفية فؤاد عرباش، وبتشكره يعني. كان واقف معي بدعم كبير إنه نحن نحيي هالتراث هذا، ابتدى ما في حدا عم يشتغل بهالتقل هذا بالخيط اللي هو أصلي، لذلك لازم نتعب عليه، لازم تتعبي عليه. كان في توجيه وفي كثير منه انه نحن لا، هذا الشغل بدنا نمشيه، بالاضافه انه نحن الحمد لله كحرفه هي اخذت صدى كبير بكذا جهه. في عندك الاتحاد العربي للاتحاد الاقليمي، كمان من السيد حسن بادنجكي،
وعلي الحسني كمان ساعدوني كثير انه يعمل يكون واجهه لمعارض لنحيي تراثنا هذا الشرقي. خلينا نحكي اليوم عن المدة الزمنية اللي بتاخذها القطعة بتاخذيها بصنع القطعة والالوان، كأنك انت اليوم بتحبي الالوان هيك الهادية يعني، او ما بتروحي للتعجيل كثير سكري. الالوان عم نشوف رمادي سكري يعني، هاي شو اول شيء؟ هي دريم كاتشر، هي جالبة يعني الحظ اسمها. طبعا هي انه لما عملتها بطريقة الهرم، ولكن ديكور يعني له هدف. دخلت الكريستال واللولو، اللولو موضة، الكريستال ليعطي اللمعة للخيش كونها هي مشغولة بخيش غير القطن. هي للطاقة للحظ. أيوة هي جالبة الحظ أو جالبة الأحلام السعيدة. اليوم هي يعني إنه شيء من القديم أو هو يعني جد ممكن تحمل هاي القصة هيك يعني. هلا هي في جيل يعني في عنا نحن مثلا واحدة للطاقة بألوان الطاقة. حلوة حلوة. هي اسمها دريم كاتشر، هي مثل ما عم بقول لك نفس الحاله بس موديلات مختلفه عم نشتغلها كثير. هدول هي هلا الشباب عم يحبوها انها خفيفه تجذبهم. هلا هي ممكن تتعلق على الباب، عم ياخذوها تعليقه فوق التختون يعني، عم يلاقوا الموديل غريب عم يحبوه. حلوه يعني الالوان عم جد بتجيب الطاقه يعني. هلا نحن هو الاخضر، هو كلمه الوان الطاقه بحد ذاتها الالوان فرح. صحيح. لما بتحطي الوان متدرجه بالوان قوس قزح بتحسي انه هذه هيك في فرحه لا شعوريا بتجذبي، تحسي قصه نفسيه اليوم انه انا اليوم حامله هاي القصه او حاطتها. طبعا حتى لو هي ما انا عامله اي تاثير بحياتي، ولكن طالما انا عندي اعتقاد انه هي حتجيب لي حظ او حتجيب لي طاقه انا حتاثر بشكل كثير ايجابي بالقصه يعني. هو الحاله النفسيه باي مجال عم تشتغلي فيه. صح. او هي لما بيجيك زبون هو لحاله القطعه بتشده بتقول له انا هيك برتاح لك مقصدك. صحيح. بقى في شغلات بنشتغلها بدها وقت، في شغلات هي بالنسبه لجواب الوقت، في شيء بده وقت، في شيء لا ما بده وقت. هلا في المفرش اللي ماسكته، هذا المفرش دانتيل خشن. شغل الدانتيل تماما بس بالاصابيع. هذا المفرش اخذ وقت اكبر من مفرش متر. قديش اخذ وقت؟ لانه الخيط رفيع اخذ نهار كامل. الخيط رفيع، الفتله ناعمه كثير، القطبه بتاخذ وقت اكبر، لذلك الوقت ما فيك تحددي القطعه قد ايه وقتها. الخشن شغله غير الناعم. بدك تشتغلي سترات، ممكن اشتغل على طرف هاي مرة تانية بس معك عدتك. الفكرة انه اي شغل نحن عم نشتغله اهم شغلة انه يكون مرسوم على ورق. نحن منصمم الموديل، منحدد شو الرسمات، الرسمات اللي منحددها بدنا ننقلها على اللوحة. عندي جلايل مقاسة كبير مثلا، بدي ارسم شو الرسمة اللي بدي نزلها على الجلايل. الجلايل لما بدها تتعلق بدها تكون لوحة. جدارية بدها تنحط بدها تكون لوحة. تمام. تكايات لوحات، هي بياخذوها ديكور اكثر من انه شيء يحطوه انه عملي، بس بنفس الوقت القطعه هي عمليه. ليش؟ انه القطبه معروفه مشدوده ما بتنفك، شغل يدوي، ست البيت بتغسل ست البيت بترجع مثل ما هي. راس مالها تنشط طرف القطعه مثلا بتترجع مثل ما هي تماما القطعه، وبتخدم يعني بتقعد عمر. دليل انه نحن بنتوارثها، في قطع متوارثيه بتقولي هي من زمان، من ايام ستي مثلا. يا ستي وستك. ايوه ايوه هي هي يعني. بتلاقي في وقت انه بكثير يعني لما بيشوفوها بيقولوا انه هي انت من قديم. صحيح. يعني هذا اللي نحن بنفرح فيه انه التراث ماشي، ونحن هلا عم نواجه انه لازم نحن هذا نحيي تراث بلش يبعد. طيب عن المواجهة كمان، في مواجهة مقابلة من الصعوبات الاقتصادية من غلاء المواد الأولية. اليوم أنت كرمال تعملي هاي القطعة بشيء أنت حاببتي وتقدمي تسويقيا، ما تظلمي حالك ولا تظلمي اليوم المستهلك، في كلفة اليوم بالموضوع. اليوم كيف قادرة تنسقي بهاي القصص؟ شو هي أهم التحديات لإلك عبير ولكل حدا حرفي بهذا المجال؟ هلأ بشكل عام الأزمة الاقتصادية على البلد والحصار اللي صار مسبب التسويق ببطء فيه كثير. التسويق صفي على الناس هي بدها القطع حسب امكانيتها. في قطع بتجيك ثقيله مثلا، في ناس إلها، في ناس مثلا الشباب عم بيشتغلوا القطع الصغيره بحبوا هو يحتفظوا بشيء من التراث، ولكن للكلفه العاليه مضطرين ياخذوا قطعه صغيره.
طبعا هي بالنسبه لنا عم تحد من نسبه التسويق ومبيع بنفس الوقت من استمراريه الحرفه. طيب خلينا نحكي مثلا هيك بسؤال ختامي انه نوعيه الخطن خيط القطن اليوم بتشجع اكثر اني انا مثلا اطلب جاكيت او قطعه ثياب معينه ممكن تلبس عم فتوا بهذا الخط يعني اكثر يمكن من الكروشيه بنشوف الكروشيه احيانا بيشوب او نوعيه الخيط ما بتخدم انه هو يضاين معي او يستحمل كثير غسيل فبتفكروا انه تنتجوا منها قطع على حسب الطلب ملابس؟ طبعا هلا بالنسبه للشغل هذا بينشغل كونه اسمه دانتيل خشن بس بالخيط الرفيع بسموه ميكو مكرميه. الميكو مكرميه هو الخيط القطن حصرا القطن لانه بيخدم اكثر الصوف ممكن يكون مو عملي للحد اللي مثل القطن. بنشتغل منه لفساتين سهره، بنشتغل منه ديشيرتات، بنشتغل منه تنانير ولكن بطريقه انه بينزل مع القطع الساتان مع قطع الدانتيل حسب الزبوني ما بدها. في ناس لا طالبه وعم بعملها منهم مثلا التنوره بتلبس شيء ملون تحتها بس بدها الخيط القطن السوري القديم مشان تعطيها تقل للقطعه اللي مو معالج. لما بتحطي القطن هاد على الالوان عم يعطي جماليه كثير بتنشغل من السترات منا عم يشتغلوا يعني نشتغل على حتى الاكسسوار اكسسوار القطن صحيح. انا جايبه مسطره نشتغل عليه جدا الشغل هاد عم بياخذوه بيطلبوا بحجار كريمه مثلا طبعا الحجر هو بيجيب لي الحجر النوع اللي بده اياه انا بشتغل له عليه ان كان الاكسسوار ان كان احيانا ديشرتات او بلوزه حفر او جاكيت خفيفه بيشتغلوها بشتغلها بالدانتيل الخشن اللي هو الخيط الناعم بين الميكو مكرميه وبين الخيط الخشن. حتى يمكن رش شفنا اهم الماركات نزلت هيك قطع ثياب من خيوط المكرميه او من فن المكرميه. هلا هلا بموديل اللي صار والموضه من 2001 بدك تقولي فن المكرمية بلش ينزل على كل الديكورات الأواعي عفش حتى أحذية بلشوا يطلبوا هيك موديلات. بدنا نشكرك بالختام اليوم لوجودك معنا الحرفية عبير أبو حمود ومن خلالك تعرفنا أكثر على فن المكرمية. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك وكنت يعني خيركم أنه عم نحاول أنه هالمهنة نرجع نحييها لأنه تراثنا لازم يضل. هذه مراية لسوريا أكيد. وعجبنا اليوم نحن نضوي على هدول القصص ونضوي على حرفيين عندهم هذا الشغف وحب لعملهم. بدي أتشكر صباحك وصباح الجمال لك على طول. شكرا. وأهلا وسهلا فيك. شكرا لألكم. أهلا وسهلا فيك. أما نحن نرمين أول شيء بدي لك شكرا ويعطيك ألف عافية. شكرا لك.